هذا الإيضاح. وينضم معنا أيضا عبر الهاتف الآن السيد أحمد بدوي، عضو مجلس النواب المصري. مرحبا بك سيد أحمد. أهلا بحضرتك. سيد أحمد، بداية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الجلسة النقاشية مع عدد من الشباب المصري في الصعيد وبحضور أيضا عدد من الوزراء المصريين، الحديث عن مشروعات التنمية في الصعيد وتحديدا المشروعات التي تخص النقل وأيضا الكهرباء سواء كان في الصعيد أو في باقي المدن المصرية. بداية، كيف تعلق على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشباب في الصعيد المصري؟ خلينا أكد لحضرتك، لأن أنا يمكن جميع لقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حضرت معظم اللقاءات سواء في شرم الشيخ أو في القاهرة. عاوز أقول لحضرتك هذا اللقاء والحوار الأسري الرائع والأكثر من رائع، نعم، اللي كان بيتسم فيه بالمصداقية والصراحة والوضوح، وقال إن التحدي الأكبر أمام المصريين معرفة حجم المشكلة. لازم نعرف بالفعل إن إحنا عندنا مشكلة، عندنا أزمة اقتصادية بالفعل لازم نعترف بيها، ولكن الرئيس أكد في كلمته أننا هننهض إن شاء الله بإذن الله، وإحنا شايفين. والرئيس أكد تاني على القرارات الاقتصادية الصادقة. خلينا أقول لحضرتك إن يمكن تحدث في مشروعات، ده أنا بقى إحنا يمكن في مجلس النواب بنتحدث دائما وأبدا عن المشروع القومي وهو مشروع الصرف الصحي. يمكن خلال فترات السابقة وفي العصور السابقة أو في العصر السابق لم نجد، سواء مثلا في عصر مبارك، لم نجد لقاء يتحدث فيه عن البنية التحتية ويتحدث فيه عن أهم مشروع. وهذا المشروع أنا عاوز أقول لحضرتك عدم وجود هذا المشروع في القرى سبب في انتشار الأمراض والأوبئة وغيره والفشل الكلوي والكبد وغيره. الحقيقة المهندس مصطفى مدبولي، يمكن الرئيس لما اداله الكلمة قال الدنيا كانت ماشيه غلط في البدايه، بمعنى قال ان الرؤيه السابقه كانت بتعتمد على تغطيه المدن دون النظر للقرى. القرى دي يعني مثلا ما فيهاش ناس عايشه، ما فيهاش ناس موجوده، ودي سبب الازمه يا فندم. انت تلاقي نسبه المرض ونسبه الاوبئه اكثر في القرى. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن اكد على ان خلال عامين ستنتهي كافة إنشاءات الصرف الصحي في مصر، وأعتقد ده يعني حلم الجميع في كل قرى مصر. أنت عند حضرتك في الصعيد أكثر من 80% من القرى ما عندهمش صرف صحي. المهندس مصطفى مدبولي أكد في حواره مع الرئيس، مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العمل هيزيد في القرى من 10% ل 40%. اعتقد ان شاء الله باذن الله ده هيتم، لان الرئيس اي ملف بيتولاه بيتابعه بنفسه، فاعتقد ده ملف مهم جدا جدا جدا. الملف الثاني اللي نعم سيد احمد، يعني اشرت في حديثك عن المشكلات الكبيره وهي مشكله الصرف الصحي في القرى التي اعتبرها الكثيرون ايضا ان القرى لا يمكن ان تصل لها اي خدمات. وسياده الرئيس اشار ايضا في حديثه بانه سوف يتوفر بناء على ذلك فرص عمل كبيره ايضا على اثر هذه المشروعات. كيف يمكن ان تتوفر فرص العمل، وما هي فرص العمل المتاحه من خلال هذه المشروعات الخاصة بمشروع ضخم كمشروع الصرف الصحي في الصعيد المصري؟ سؤال رائع جدا، بحيي حضرتك عليه يا فندم. اولا لما بنعمل مشروع صرف صحي بيبقى فيه محطات رفع. محطات الرفع دي بتحتاج عمالة ضخمة، بتحتاج مهندسين، بتحتاج كيميائيين، فهيفتح مجال عمل. حضرتك انت لما تيجي هتنشئي في يعني على الاقل مثلا في مركز عندي دايرتي مثلا 58 قرية و300 عزبة أو 280 عزبة، كل ثلاث قرى لهم محطة رفع. محطة الرفع عدد العمالة اللي فيها بتستوعب مثلا ما لا يقل عن من 60 ل 80 عامل وموظف ومهندس وكيمائي، فده هيفتح مجالات فرص عمل كبيرة جدا في الصعيد. وأعتقد إن عدد محطات الرفع اللي هتتعمل في إنشاء مشروعات الصعيد، لأن ما ينفعش أعمل مشروع صرف صحي يا فندم إلا لما يبقى عندي محطة رفع، عندي محطة رفع كبيرة وعندي محطة رفع متوسطة اللي هي بتبقى في قلب القرية اللي بتبقى من مساحة 350 متر أو 400 متر. هذه المحطات
بتتطلب تعيين عدد كبير جدا من العمال. اعتقد وانا شايف ده بل متاكد ان شاء الله خلال الفتره القليله اللي جايه هيكون عدد محطات الرفع خاصه في الصعيد، لان يمكن زي ما قلت لحضرتك هيتم زياده العمل في قرى الصعيد، وده شيء رائع ما شفناهوش منذ 30 عاما. نعم. للاسف كان التركيز على زي ما قلت لحضرتك مع المدن دون القرى، هيفتح مجالات عمل كبيره جدا في هذه المحطات. نعم سيد احمد بدوي عضو مجلس النواب المصري، نشكرك جزيل الشكر على هذا الانضمام.